صار بالضبط اللي كنت عاودنا في دقيقه من زمان. والله اللي صار هي في نطاق حمله امنيه هادفه عملناها استهدفت خاصه الاتجاه في الشماليه والمفرقات بانواعها والسجائر المهربه. ثم صاحب النصب اللي وراكم هذا تصدى العوان جاب بدون بعشرة ريسونس صبوا على السيارة الإدارية مجموعة من الأشخاص توقت السيارة وما خلوش العوان تخرج لولا لطف الله فهمت تدخل الناجح نتاع الطاقم الدولية تمكنا باش نخرجوا عوان ووصلنا عمليات ضمن نفاق بالنسبة للحالة الصحية للعوان. والله مبدئيا ما زلت ما نعرف حالة صحية الأعوان حالتهم الصحية لاباس توا الحمد لله من لطف الله كل خروج بسيط خروج بسيط لكن هذه راهي تندرج في محاولة قتل لأنه تحصل أعوان ولا تحصل بشر في سيارة وتسكر عليه وتشعل فيه النار هذا ما أنزل الله به من سلطان. شديتوا منهم إن عملي قفات موجودة ما نجمش نعطيكم العدد ما زلنا ما حصرناش. أوكي يعطيك الصحة. Gel.